طبعا كتير مننا عندهم هالات سودة تحت العين، ودي بتكون اسبابها يا اما وراثيه يا اما نقص فيتامينات يا اما سهر يا اما توتر يا اما قله ترطيب. علشان كده هنعمل مكعبات ثلج مكونه من الشاي الاخضر والخيار وزيت اللوز. تستخدميه مرة الصبح ومرة بالليل لأنه كمان بيشيل الانتفاخات وعلامات الإجهاد اللي حول العين.